مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة مادة اللغة العربية. اليوم عنا مراجعة لظرف الزمان وظرف المكان، لكن قبل رح نسمع هيدي الأغنية المهضومة. ظرف الزمان يدل على الزمان، قم وبان قراءة الكلام. ظرف الزمان يدل على الزمان، قم وبان قراءة الكلام. ظرف المكان يدل على المكان، فوق وتحت وخلف أو أمام. ظرف المكان يدل على المكان، فوق وتحت وخلف أو أمام. جلس محمد بعد الظهر تحت الشجرة عند الظل، سقطت فوق ذراعي ثمرة فتناولها قبل الأكل. جلس محمد بعد الظهر تحت الشجرة عند الظل، سقطت فوق ذراعي ثمرة فتناولها قبل الأكل. وهلأ خلينا نراجع ما تعلمناه عن الظرف. ظرف المكان اسم يدل على مكان وقوع الفعل. مثلا جلس الصبي تحت الشجرة، تحت، داخل، خارج، خلف، وراء، فوق، تحت، حول، أمام، بعد، قبل، قرب، كلن هودي ظرف مكان. ظرف الزمان اسم يدل على وقوع الفعل. مثلا تنخفض الحرارة بعد الظهر، بعد، قبل، كلن هاو بيدلوا على ظرف الزمن. فإذا ظرف المكان خلينا نلاحظه هون، يسبح القارب فوق النهر فوق ظرف مكان، تغوص الأسماك تحت الماء تحت ظرف مكان، تقع السودان جنوب مصر جنوب ظرف مكان. فإذا ظرف المكان فوق، تحت، جنوب. أما ظرف الزمان، تشرق الشمس صباحا، تسقط الأمطار شتاء، وتتفتح الأزهار ربيعا. هلأ خلينا نعمل شوية تدريبات. التدريب الأول، صل الجملة بالنوع الصحيح للظرف الذي تحتويه. يطوف الحجاج حول الكعبة، ظرف زمان أم ظرف مكان؟ حول، ظرف زمان أم ظرف مكان؟ ظرف مكان، أحسنتم. انتظرت القطار ساعة، ساعة، ظرف زمان. تظهر النجوم ليلا، ظرف زمان أم ظرف مكان؟ زمان، ليلا. يقف المصلون خلف الإمام، ظرف مكان، خلفه. زرت الإسكندرية صيفا، صيفا، زمان، ظرف زمان. انتظرت القطار ساعة، بدنا نحطها بظرف المكان أم ظرف الزمان؟ ساعة، ظرف الزمان. عدت من المدرسة ظهرا، ظرف زمان أم ظرف مكان؟ ظرف زمان. يطوف الحجاج حول الكعبة، حول، ظرف مكان. اتجه الصاروخ نحو الهدف، نحو، ظرف مكان. يذهب الناس إلى الشاطئ صيفا، صيفا، ظرف زمان. يسير الجنود خلف القائد، خلف، يدل على المكان. عندكم هودي البطاقتين طلابي، حلوهن وتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم. إلى اللقاء في حصة قادمة من مادة اللغة العربية.